في بعض الأحيان في إصابات هنقول عليها يعني بتكون شهادة ميلاد لنجوم كتير قوي. وهنا لما بقول إصابات ما بقولش إن الإصابة دي مش شيء مؤلم أو إن الإصابة دي مش أوحش حاجة في الدنيا للاعب الكورة. الإصابة دي هي أبشع شيء في الدنيا ممكن يتعرض ليها لاعب كورة، ولكن دايما تبص لنص الكوباية المليان. في بعض الأحيان وقليل قوي لما تكون الإصابة دي هي وسام وشرف كبير جدا للاعب كانت الإصابة دي مقابل بطولة. وهنا بتكلم عن نجم نادي الزمالك أحمد حمدي. ال 72 ساعة اللي فاتوا كانوا سبب إنه أحمد حمدي يكون بيفرح جمهور نادي الزمالك وجمهور الكرة المصرية بعد ما سجل وأضاف لنادي الزمالك بطولة غالية جدا في توقيت لكن كان من التوقيتات الصعبة على نادي الزمالك. لكن اللي كان مفاجئ جدا ان جمهور الزمالك اكتشف ما بعد المباراة وبعد ما احمد حمدي عمل واجرى بعض الاشاعات انه تعرض لإصابة لعينة بقطع في الرباط الصليبي. ولكن بنقول قدر الله ما شاء فعل. حقيقي يعني اي حاجة بتهون على اي لاعب ودايما بيهون الامور والظروف على اللعيبة، فكرة انك انت تكون اتصبت مقابل بطولة ده مش شيء هين ولا شيء سهل على لاعب، ولكن بيكون سهل وبسيط وخفيف على قلبه جدا 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 لما يكون عارف ان هو فرح جمهور بالالافات علشان يكون متصاب ومنتظر عودته مره تانية ليهم. بالتاكيد من اللعيبه الكويسين قوي 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 ومن اللعيبه اللي كتبوا شهاده ميلاد محترمه وتليق باسم اللاعب وتليق باسم نادي الزمالك، وما اخدش وقت تماما ان هو ياكد ويثبت لنادي الزمالك ان هو على قدر المسؤوليه وعلى قدر التيشيرت اللي هو بيرتديها. لاعب يقدر يلعب في اكتر من مركز، طبعا من اللعيبه اللي تقدر تلعب جناح، يقدر يلعب مركز 10، يقدر يلعب في نص الملعب، اللعيبه الكويسه قوي اللعيبه الجوكر. الف سلامه طبعا على النجم احمد حمدي نجم نادي الزمالك ونجم نادي الاهلي السابق ونجم مونتريال الكندي ونجم الجونه، واحد من اللعيبه الكبار اللي ان شاء الله ليهم مستقبل جيد في الكره المصريه.